اكتبوا علي بالمتتالية الهندسية ان هي القاعدة الاساسية يو ان على يو بي بيساوي كيو اس ان ناقص بي. هاد وين بطبقها؟ وين بتفيدني بالتمارين؟ مثلا بيطلب منك بالتمرين يكون معك حدين، يعطى حدان من المتتالية ويطلب الاساس. نشتغل المثال على هينا. الحالة الثانية انت بدك تطلع يو ان بدلالة ان. كل ما قلك طلع لي يو ان بدلالة ان استخدم هيدي القاعدة. الحالة الثالثة يعطى حد ويعطى الاساس. يعطى حد ويعطى الاساس ويطلب حد اخر. واحدة من هالثلاث حالات بتجيبها هي القاعدة تبعية المتتالية الهندسية، لذلك انا بسميها القاعدة الاساسية، يعني بتحلك اغلب التمارين. رح ناخذ مثال على هالحالة. معطونا حدين وبدنا نطلع الاساس. عندنا مثال هو بكتابكم تدرب صفحة 18 التدرب الثاني رقم 2 تدرب 2-2. أعطيك سؤال عم بيقول لك يو ان ان اكبر او يساوي الصفر متتالية هندسية. لاحظ نوعها، هني حددوا لك اياها هندسية. اول ما بيقولوا هندسية خلص بدنا نطبقها لهي. فيها أعطيك اليو واحد يو 7 واحد على 1080 وعطونا اليو 10 25 على 2199. الطلاب بيستصعبوا لهالتمرين لأنه الأرقام كبيرة، بخاف من الأرقام الكبيرة. بس أنت طالب بكالوريا علمي ما معقولة توقف عند أرقام كبيرة. بدل منك احسب يو 30. لاحظ اعطونا حدين يعطى حدان ويطلب الاساس كيو. هلا هون شو طالبين؟ طالبين حدين. فينا نطلع الاساس اذا بدنا وفينا نطلع اليو 30 عكفنا. تعال نطلع الاساس اول شيء. إذا الفكرة نوجد الأساس بكيو. طبعا ما شرط يطلب الأساس علنا، أنت ما فينك تحسب اليو 30 إذا ما معك الأساس. فلذلك نحن رح نحسب شو؟ الأساس كيو، ثم نحسب لي يو 30. أول ما رح تشوف عديد من البنات يا برجع بذكركم الاساس ما شرط يطلب علنا. افتح لنا الباب كمان عشان الاضاءة. الصوت ما بيأثر. ما بيأثر. ايد الشارع يا اللي جت متأخرة لا تكتبي بس تفهمي معنا. اعطوك اليو 7 واليو 10 احسب يو 3. حضرنا الدرس من قبل الهندسية؟ تمام. وين القاعدة شباب؟ يا قلت لك القاعدة يو ان على يو بي. الان انت بتختارها وليكن 10 والبي بتختارها شو؟ 7. شو بتصير معك؟ يو 10 على يو 7 تساوي كمل القاعدة كيو اس فرق الدليلين 10 ناقص 7. اذا نفس القاعدة بدل الان حطينا 10 وبدل الكيو ال بي حطينا شو؟ 7. كيو اس فرق الدليلين 10 ناقص 7 معوض. اليو 10 كم؟ عوض معي. اليو 10 25 على 2197. يو 7 بالمقام 1 على 1080.
يساوي كيو مكعب 10 ناقص 7 3. الأول مقلوب الثاني 25 على 197 ضرب قلبها لهديك 1080 على 1 بيطلع معنا الجواب كيو مكعب تساوي 25 × 1080 = 27000 يطلع البسط 27000 والمقام 2197. الآن أنت وصلان لمكان كيو مكعب يساوي عدد. مثلا أنت لو قايل لك أنا كيو مكعب تساوي 8 بتقول لي كيو تساوي شو؟ 2، لأنه 2 ضرب 2 ضرب 2 شو بيعطينا؟ 8. معناها أنت بدك تبحث عن الجذر التكعيبي. إذا كيف بنروح التكعيب؟ بنطلع الجذر التكعيبي. جذر التكعيبي لل 27000 والجذر التكعيبي لل 2197. كيف بنطلع الجذر التكعيبي؟ فكر معي شوي. 27000 هي أصلا 27 ضرب 1000 صح؟ 27000 شو هي؟ 27 ضرب 1000 وهي 2197. فإن آخر شيء كيو تساوي جذر 27 تكعيبي هو 3. كيف نعرف؟ انتبهوا، مخه مطصم ما عنده إدراك. حلل 27 بيطلع معك العدد لوحده. 27 تقسيم 3 9. حلل 27 لعوامله الأولية، ليش دعوامله الأولية؟ 9 3 3 3 على 3 كم 3 طلع معك؟ مين العدد ضربته بحاله 3 مرات لعطاك 27؟ هو 3، فجذره هو 3. جذر الألف التكعيبي هو 10، لأنه 10 ب 10 100 ب 10 1000. إذا أو فينك تقول جذر الثلاث أصفار هو 0 و 1، فهو جذره 30 من الآخر. 30 ب 30 ب 30 بيطلع معنا 27000. نجي على المقام 2197. 2197 إذا بدك تعرف جذر التكعيبي حللها لجداء عوامل الأولية، هذا بيقبل القسمة على 13. 2197 تقسيم 13 عم يطلع 169. كمان قسمة على 13 عم يطلع معنا 13. على 13 واحد، لاحظ مين العدد ضربته بحاله 3 مرات لرجع عطاك شو؟ 2197 هو العدد 13. إذا طلعت معنا الكيو تساوي 30 على 13، طلعنا الأساس. صعبة؟ طلع معنا الكيو، هن مين بدهم؟ بدهم أحسب يو 30. بعد ما طلع معك الكيو الآن تعال نحسب يو 30. بتقول يو الان بتعتبره 30، الان اللي هون بتحط بداله 30، والبي بتختارها على كيفك. اما شو المعطى معك؟ السبعة والعشرة، واحدة منهم. خلينا نختار اليو 10 مثلا. لاحظ نحن صرنا قدام الحالة الثالثة من الاستخدام، قلت لك يعطى حد ويعطى الأساس ويطلب حد آخر. نحن بدل الحد عندنا حدين، اليو 10 واليو 7، ومعنا الأساس ويطلب حد آخر واللي هو اليو 30. إذا بنقول اليو اللي بدي استخدم يو 7 مو غلط، يو 30 على يو 10 شو بيساوي هاي؟ كيو أس شو؟ 30 ناقص 10. برافو، 30 ناقص 10 تمام؟ منعوض اليو 30. شو معنى اليو 30؟ نحن بدنا اياه. يعني احسب يو 30، نحن بدنا اياه. يعني يا هاجر يو 30. اليو 10 معي وينه؟ 25 على 2197 يساوي كيو الاساس كم؟ 30 على 13 اس 30 ناقص 10 20. بدنا اليو 30 الوسطين بالطرفين، نضرب هاي بهاي يطلع معنا 25 على 2197 ضرب 30 على 13 اس شو؟ بس 20.
طبعا فينا كون نستخدم آلة حاسبة تحلى بالامتحانات، ما بيجينا هيك رقم كبير، هذا الرقم نحسبه على الآلة الحاسبة. احنا بدنا فكرة التمرين، الأرقام ما كتير مهمة. إذا فكرة التمرين امتى بنستخدم يو ان على يو بي بيساوي كيو اس فرق الدليلين؟ أول شيء لما أنا بدي أحسب الأساس، طلعنا الأساس، ولما بدي أحسب أحد الحدود، وإذا قال لك أوجد يو ان بدلالة شو؟ أحسب يو ان بدلالة ان، نعملها لهي كمان؟ تعالوا نضيف طلب من عندنا. أحسب يو ان بدلالة ان، تعالوا نجربها عشان نشمل الاستخدامات الثلاثة للقانون. يو ان بدلالة ان، عين شو بتعمل؟ كل ما يطلب يو ان بدلالة ان سواء كان هون ولا بالحسابية، ال ان بتتركها ان. ال ان ما بتغيرها، شو بتتركها؟ ان. بتصير معنا يو ان على اليو بي بتستخدم على كيفك البي. البي بختار اما ال 30 او ال 10 او ال 7، تعال ناخذ ال 7 مثلا. شو هي؟ يو 7 كاملة. كيو، الكيو كم؟ 30 على 13. اس فرق الدليلين. برافو، ان ناقص 7، بنعوض اليو 7. يو ان، اعطونا اليو 7. 1 على 1080 بيساوي 30 على 13 اس شو ان ناقص 7. وسطين بالطرفين بتصير اليو ان تساوي 1 على 1080 ضرب 30 على 13 اس شو ان ناقص 7. لاحظ انت حسبت يو ان بدلالة مين؟ بدلالة ان. اي تمرين بده منك يو ان بدلالة ان نفس القانون. طبعا هذا طلب امتحاني كتير مهم. بتروح الان بتترك ان، والبي بتختار عدد حسب التمرين، والكيو بيكون معك اياه، والاس فرق الدليلين، شو بتعمل؟ وسطين بالطرفين تطلع معك يو ان بدلالة ان. اذا هي القاعدة الاساسية بالمتتاليات الهندسية. هلا كل شيء للصفحة 18 متتالية هندسية، صار فينك تشتغلها بهذه الطريقة. هذا بتاخذوها وظيفة. تمام.